خدنا ايه ببساطه كده، قلنا ان احنا عندنا كذا نوع من انواع الكونكشن، في البولت كونكشن والويل. وقلنا ان البولت بينقسم لنوعين، بيرنج تايب وبريتنشن تايب. الفرق ما بينهم حاجه بسيطه جدا، ان انت البيرنج تايب بتربط المسمار لحد ما ايدك توجعك، لكن البريتنشن تايب بتشد على المسمار قوي. تمام، المنهج بتاعنا بندخل تحت البيرنج تايب اللي هي المسامير، بنبدا بالمسامير. تمام، اول حاجه تحت البيرنج تايب ده بناخد اربع انواع من الكونكشن. تمام، بدانا المره اللي فاتت باول نوع اللي هو كان اسمه ايه، كونسنتريك شير كونكشن، وفهمنا معنى الكلمه دي. كونسنتريك يعني خط عمل القوه بيمر بيه السي جي بتاع المسامير، سواء بقى كان شكل المسامير ده، طبعا النهارده هنعرف السي جي بشكل اكبر، يعني سواء كانت المسامير كده في السي جي في النص، لو المسامير عامله كده يبقى السي جي هنا، لو المسامير عامله كده يبقى اكيد مترحل كده شويه، وهكذا هنعرف نجيبه زي النهارده. تمام، طيب لو القوه بتمر بالسي جي فبنسميها ايه، كونسنتريك. طب القوه بتعمل قص على المسمار، فعشان كده بنسميها شير كونكشن. قص ازاي يا باشمهندسين؟ ان يبقى عند المسمار اتجاهه عامل كده والقوه بتاثر كده 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 في اي اتجاه، بس عمود على ايه، على قطاع المسمار. تمام، عاوزه تقص المسمار. طب امتى يبقى في شد بقى على المسمار؟ لما يبقى في اتجاه عمل المسمار او في اتجاه المسمار بتاعي. وعرفنا برضو المره اللي فاتت ان احنا عندنا عشان نجيب عدد المسامير بنروح نجيب قدره تحمل المسمار في القص، وقلنا ان عندنا نوعين من الفيلير، الشير فيلير والايه والبيرنج فيلير. الشير ليه قانون له علاقه بيه المسمار، عشان الموضوع ده هناخده النهارده. القص او الانهيار بيحصل في حاجتين، يا اما في المسمار عن طريق الشير، يا اما في البليت عن طريق ايه، البيرنج، وده ليه قانون وده ليه قانون. بعد كده نبدا نجيب الارليس، ودرسنا ان من اكتر الكونكشنات او الكونكشنز المشهوره في الكونسنتريك شير هي ايه، هي الكونكشن بتاعه الترس. تمام، خدنا اربع انواع، في اللي هو لودد انلودد سيبريتد كونتينوس، وعرفنا انواعهم والدنيا بتاعتهم اعتقد كانت بسيطه يعني. طيب وفي الاخر كده اعطينا هنت، لو اكتر المسامير مختلفه بنعمل ايه، صح ولا غلط؟ بنعمل ايه، بنرجع كل حاجه لاصلها. ايه الاصل؟ مش مهندسين احنا بنشتغل في المسامير على القوه، لو تاخد بالك انا بقول لك قدره تحمل المسمار وعندك قوه، بتقسمهم على بعض بتجيب ايه، عدد المسامير، فقوه وقوه. الاصل في اي دراسه هي الهستيريسيس مش القوه. فاول ما تلاقي في اختلاف في اقطار المسامير او اختلاف في المساحات بترجع لايه، للاصل في المساله اللي هو الهستيريسيس، وهنتدرب عليها النهارده في مساله كامله بقى في التورشن كمان. تمام، تعالى ناخد النهارده او نكمل على الشغل بتاعنا التنشن. مش مهندسين انا في التنشن لو عندي مساله كونسنتريك تنشن، ايه ابسط حاجه؟ والله ضاقع حاجه في الحيطه، زي ما كنت لسه بقول لزمايلكم، ضاقع حاجه في الحيطه. تمام، باربع مسامير وبشدها كده، يبقى كده المسامير دي عليها ايه، تنشن. انا عاوز اتاكد ان المسامير دي مثلا سيف، هعمل ايه، اقسم القوه بتاعتي على عدد المسامير واقارنها بقدره تحمل المسمار الواحد، يبقى محتاج ايه، قدره تحمل المسمار الواحد في ايه، في التنشن. اهو القانون بيقول ان الار تي قدره تحمل المسمار في التنشن 0.33 زي 0.25 وبوينت 2، عليكم السلام. في الاف التيميت بتاعه المسمار، تمام، في الاي اس، هنا لا في بيرنج ولا في حاجه، هو قانون واحد وقانون بسيط ما فيهوش تفكير حتى. طيب ندي مثال كده بسيط على الكلام ده، لو عندنا كونكشن زي كده، دي كاميرا رئيسيه مثلا، جاي تحتيها كاميرا ثانويه، وليكن مثلا ده اللي هو الكاميرا بتاعه المونورين مثلا، ومربوطين مع بعض بمجموعه من المسامير. المسامير دي كام مسمار؟ اربع مسامير. بيقول لك مثلا ان دول اربع بولتس. تمام، تعالى ناخدها بطريقه ثانيه كده، ان هم اربع مسامير. تمام، واعطيك ان القوه اللي بتاثر هنا كده البي بتساوي مثلا 15 طن. بيقول لك ايه؟ المسامير دي جريد 5.6، عاوز ايه؟ عاوز قطر المسمار. فايند الدايمتر بتاعي. تعمل ايه يا باشمهندس؟ ببساطه انت عندك عدد مسامير موجود، الناس متخيله الاربع مسامير دي ولا لا؟ تمام؟ كاميرا وكاميرا اكيد تقاطع بتاعهم هيبقى اربع مسامير. طيب لو عاوز اجيب القوه اللي موجوده على المسمار الواحد هجيبها ازاي؟ ده كونسنتريك بتاثر في النص بالظبط. تمام؟ فهتلاقي ان انت عندك التنشن اللي على المسمار الواحد هيساوي القوه اللي عندك على عدد المسامير اللي هو على طولك، هتساوي 15 على 4 يديني كام؟ 3.75 طن. في مشكله في الكلام ده؟ يبقى دي القوه اللي جايه على المسمار الواحد. طب قدره تحمل المسمار الواحد بتساوي كام؟ الار تي.
هتساوي بوينت 3 3 في الاف التمت بتاع المسمار. كام الاف التمت؟ بخمسة. يبقى في خمسة في الاي اس بتاع المسمار قلنا بوينت 7 5 في باي على 4 في الدي تربيع، ما هي المجهولة اللي عندي. تمام، اساوي القيمة دي بالقيمة دي يطلع لي الدي بتساوي كام؟ حد يحسبها لنا كده؟ نعم، الار بتساوي 3 او مش ار بقى، فين الار تي بتساوي الرقم ده في الدي، مجهول في الدي ده، انا عاوز الدي. عارف هتجيبها ازاي؟ الدي هتساوي الرقم ده اللي هو 3.75 على بوينت 3 3 في 5 في بوينت 7 5 في باي على 4. هيك هتتجزء واحد بوينت 9 6 سنتي، صح كده؟ هقربها لكام؟ 2 سنتي. يبقى قطر المسمار اللي ممكن استخدمه هنا 2 سنتي. في مشكلة في الكونسنتريك تنشن، دي كونسنتريك تنشن. تمام، بسيطة جدا وما بتجيش. طبيعي لأن هي جزء من مسألة، هي هتيجي جزء من مسألة. تمام؟ طيب، تعالى بقى نشوف إيه؟ لو عندنا مسألة عليها او مسامير عليها تنشن وشير مع بعض، برضو مثال بسيط ممكن ناخد نفس الشكل بتاع المسألة. عندنا برضو كاميرا كده، ورابطها من تحت، خلينا نكبر دي ونصغرها شوية عشان نرسم المسقط التاني. ورابط هنا كده بليت، والبليت ده مربوط هنا كده. تخيلين الرسمه، انا عندي كاميرا وعندي في تو انجل مثلا داخلين عليه، عاوز اربطه مع بعض في كذا طريقه. الطريقه الاولانيه ان انا عندي الكاميرا دي اهي، ده القطاع بتاعه. تمام، هعمل ايه؟ هتلاقي ان انا رسمت بليت هنا، البليت ده اهو، وهربط هنا بمجموعه من المسامير ورا بعض. تمام، بعد كده اجي هنا في البليت ده، اجي منزل منه بليت تاني كده اللي هو بقى قصه بليت. تمام، والحمه بالشكل ده اللي احنا مالناش دعوه بيه دلوقتي. بعد كده اعمل ايه؟ اجي بقى رابط فيه يمين وشمال الايه؟ التو انجل باك تو باك. طبعا هي دي الزاويه دي مايله، بس انا وانا باصص لها من هنا هشوفها ايه؟ راسيه. تمام؟ يبقى عندي اول حاجه ادي كاميرا، بعد كده بليت مربوط فيها عن طريق مسامير، بعد كده بليت تاني راس اللي هو الجاست باب بليت اللي هو يبقى شكله هنا عامل ازاي؟ عامل كده زي ما خدنا المره اللي فاتت. ما هو مش لازم أن تبقى ترص ترص، ما هو ده جزء من ترص مربوط بكاميرا. تمام، عندك قوه هنا مثلا وليكن 20 طن. تمام، وبيقول لك خط العمل بتاعها كده. تمام، وعندك مجموعه من المسامير 1 2 3 4 5. ماشي، 5 دول اللي هم كام؟ 10، يعني دول 10 ام 20 او لا خليها 12 بقى جريد 8.8. ماشي، وعندك هنا مسمارين دول 2 ام 20 جريد 10.9. عاوزك تعمل ايه؟ تشيك على الكونديشن دي سيف ولا انسيف؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب، القطر ده خلاص والقطر ده خلاص، وطبعا السيل ما دام ما ذكرلوش يبقى السيل ايه؟ 37. تمام؟ والزاويه دي اعطاها لك بتساوي 60 درجه. تعمل ايه يا باشمهندسين؟ تاخدها واحده واحده، جروب واحد وجروب اثنين. لو هو مش مرقم لك في الاغلب هو بيرقم لك، هتاخد جروب واحد بعد كده جروب اثنين او انت اللي ترقم. مثلا افترض ان جروب واحد هو اللي تحت ده اللي هما المسمارين، هعمل ايه؟ القوه دي بتعمل لي ايه على المسمارين دول؟ كونسنتريك شير. احنا قلنا اه هو في مسافه صغيره بس بنعمل لها ايه؟ نجلك. طيب الكونسنتريك شير ده هنجيبه ازاي او هنجيب القوه ازاي؟ هنوزعها ازاي؟ بالتساوي. هيبقى عندك الكيو بولت ده رمز الشير على المسمار، هيساوي القوه اللي عندك اللي هي ال 20 على عدد المسامير اللي هي 2، هتساوي 10 طن. صح ولا غلط؟ طيب بعد كده قدره تحمل المسمار الواحد اجيبها ازاي؟ هنلاقي ان احنا عندنا
الار شير دي تو انجل 80 او خليها 100 في 10 والجاست بليد ده تي جاست بتساوي 20 16 مللي خلال 16 مللي تمام. والبليد ده 20 مللي مثلا والكاميرا دي الفرنجه دي بتساوي السمك بتاعها بيساوي مثلا 14 مللي تمام عشان تبقى المساله كامله. تعالى كده نجيب بقى الار دبل ولا سنجل؟ دبل شير. يبقى الار شير هتساوي بوينت 2 5 ولا بوينت 2 10 و9 من 10 تبقى بوينت 2. يبقى بوينت 2 في 10 في كام بقى؟ بوينت 7 5 في باي على 4 في 2 تربيع صح كده؟ في كام؟ في 2 هتلاقوا هتساوي كام؟ 9 بوينت 4 2. طبعا خلاص يعني مبدئيا كده تطلع انصيف، بس نكمل عشان يبقى كملنا بقيه المساله. هنلاقي ان احنا الار بيرنج هتساوي بوينت 8 في 3.6 من 10 ما دام ما قاليش حاجه في كام؟ في القطر بتاع المسار اللي هو 2 في التخانه المينيمم. وانت عندك هنا دي تو انجل 100 في 10 يبقى مجموع الاثنين 20 وهو عاطيك هنا سيكنس كام؟ 16. يبقى هضرب في كام؟ 1.6 من 10 دي هتساوي كام؟ 9 و2 من 10 طن. يبقى اذا الار ليست هي دي. طيب الكيو بولت طلعت اكبر من الار ليست اذا انسيف. يبقى كده جروب واحد ايه؟ انسيف. تعالى ندخل على جروب رقم 2 ونشوف ايه. طيب باشمهندسين جروب رقم 2 ده عليه قوه عامله ازاي؟ المفروض اجي ماشي مع خط العمل بتاع القوه الاقيها هنا بتاثر هنا. هي بتاثر طبعا انا اللي عاملها اصدر. بتاثر فين؟ في السي جي بتاع المسامير يبقى كونسنتر. بس نركز بقى ان احنا عندنا القوه دي هتتحلل لمركبتين صح ولا غلط؟ انت عندك القوه دي اهي احللها لمركبه راسيه ومركبه ايه؟ افقيه. قيمه المركبه الراسيه والافقيه قد ايه؟ اخد القوه واضربها في كوزين وساين. ال 20 في كوزين 60 هتساوي كام؟ هتساوي 10. طب وفي ساين 60 كام يعني الرقم دي؟ كام؟ 17.3. طيب باشمهندسين القوه الاولانيه اللي هي ال 10 دي بتعمل كام او بتعمل ايه على المسامير؟ قص، بتعمل شير على المسامير، في حين ان القوه اللي هي 17.3 بتعمل شد. يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج ان اروح اجيب قدره تحمل المسامير دي في الشد، قدره تحملها في الايه؟ في الشير. ونقسم كمان العدد بتاع او نقسم القوه على عدد المسامير. تعالى نقسم القوه الاول. عندك الكيو بولت هتساوي 10 على كام؟ على 10 هتساوي كام؟ هتساوي 1 طن. في مشكله في الكلام ده؟ كده انا جبت الشير اللي موجود على المسمار الواحد. طيب التي اللي جاي على المسمار الواحد هتساوي 17.3 على ال 10 هتساوي 1.73 طن. في مشكله؟ بعد كده بقى اروح اجيب ايه؟ المقاومات اللي هي ايه؟ عندك الار شير هنا سنجل ولا دبل؟ سنجل. في النقل المساواة هو ده بس. يبقى سنجل. ايوه ماشي. الار شير هتساوي كام يا باشمهندسين؟ ده 8.8 من 10 يعني بوينت 2 5 في 8 في بوينت 7 5 في باي على 4 في 1.2 من 10 تربيع هتساوي. وبعد كده الار بيرنج هتساوي 8 من 10 في 3.6 من 10 في قطر المسمار اللي هو 1.2 من 10 في التخانه المينيمم. طبعا لو في المساله اعطيك القطاع ده لازم أن تدخل وتجيب التي فلانجه تمام، لكن انا هنا جبتها لك دايركت. ده معناه ان انت داخل اي امتحان معاك الجدول بتاع السيل عادي. يبقى هاخد ال 14 ولا ال 20؟ ال 14. يبقى هضرب في 1.4 من 10 هتساوي اول واحده 1.7 من 10 ودي 4.8 من 10 تمام. يبقى الار ليست بتساوي كام؟ طيب بعد كده الار تي هتساوي كام؟ الار تي بوينت 3.3 في الاف التيميت اللي هي كام؟ 8 في بوينت 7.5 في باي على 4 في 1.2 من 10 تربيع تساوي كام القيمه دي؟ 2.24 من 100 طن. طيب مبدئيا كده تقارن دي بده وتقارن او الار ليست قصدي بده وتقارن ده بده، ده رقم حقيقي رقم واحد.
هنعمل ايه؟ هنقول ان الكيو بولت طلعت فعلا اقل من الار ليسي، فتمام صح كده؟ ما دي 1.17. طيب والتي بولت برضو طلعت اقل من ايه؟ من الار تي، تمام. هل اكتفي بكده؟ غلط. ليه؟ لان ببساطه لو اكتفيت كده يبقى المسمار عليه شد بس يا اما عليه شير بس، ده ما بيحصلش تعليل الاثنين مع بعض. فبدخل على حاجه زي الانتراكشن ايكويشن بس اسهل بكتير. بتقول ايه بقى الانتراكشن ايكويشن دي؟ بتقول انت عندك الكيو بولت على الار شير تربيع زائد التي بولت على الار تي تربيع، لازم تبقى اقل من او تساوي كام؟ واحد، يا 1.2 كيس 2. في مشكله في الكلام ده؟ ركز معايا، انا هنا كتبت ايه؟ مش ار ليست، يعني حتى ايوه بالظبط كده، حتى لو ار ليست هي كانت القليله هاخد برضه ار شي. ليه؟ لان انا هنا بدرس المسمار مش بدرس الانهيار، انا بدرس المسمار والانهيار اللي حصل فيه هو. لكن هنا في الشير بس ممكن الانهيار يحصل في البيري، لكن هنا دي دراسه مسمار، يبقى الشغل اللي يحصل في المسمار بس. طب هنا هتساوي ايه؟ هنقول ان كيو بولت بتساوي 1 على 1.7 تربيع زائد التي بولت هتساوي 1.73 على الار تي اللي هي 2.24 تربيع. تساوي كام القيمه دي؟ 94% اقل من الواحد. اذا ايه؟ يبقى في مشكله كده في الكونسنتريك. ما فيش اي مشكله، المسائل بتاعت الكونسنتريك ما بتطلعش بره الكلام ده. طيب باشمهندسين، المفروض ان انتوا النهارده خدتوا مع الدكتور، ركزوا معايا الناس، ركز معايا، ركز معايا، وخدوا بصور فيديوهات. ايوه كده هي شباب، مش الدرجات دي، ما هو واحد هيطلع ينزل وخلاص. ركزوا بقى معايا، ركزوا معايا، انتوا خدتوا مع الدكتور النهارده الاكسنتريك صح ولا غلط؟ وخدتوا كمان، انتوا خدتوا الاكسنتريك، عارفين ان فيها منها نوعين، اكسنتريك شير واكسنتريك تنجن بالظبط، اللي هو التورشن يعني، ما هو الاكسنتريك شير يعني تورشن، تمام؟ ان عندك لما يبقى المسمار كده، القوه لما تبقى كده يبقى هتعمل عليه كونسنتريك، بعدت شويه هتعمل عليه ايه؟ تورشن. التورشن في الاخر هو هيتحول لقوه شير برضه، تمام؟ لما يبقى عندك كذا مسمار هتلاقي ان القوه بتاعت التورشن اللي هو المومنت ده هيتحول هنا شير 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 بالشكل ده، تمام؟ ف اول حاجه هنبدا بيها هي الاكسنتريك كونكشن اللي هي الشير كونكشن، تمام؟ طيب دي بيبقى شكلها عامل ازاي؟ تعالى ناخد كده مثال. نفترض ان احنا عندنا مساله المعهوده. باشمهندسين، هل الدكتور اعطاكم هنت ولا حاجه عن تصميم البليت؟ جاب سيره البليت ده النهارده، بتكلم عن النهارده. النهارده هو بيصمم الكونكشن دي، انا نشال على المسامير والبليت ولا المسامير بس؟ ما جابش سيره حاجه. طيب خلاص 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 تمام تمام، يبقى خليها قدام، خليها اسامي مش محتاج، بس عشان نركز، نركز جهدنا كله على المسامير يعني. شوفوا يا شباب، ركزوا بقى كده معايا، انت عندك كونكشن اهي، ده عمود لو رسمناه في البلان عشان تحاول تتخيله، تمام؟ ادي عندك عمود بالشكل ده وطالع منه بليد بالشكل ده كده، ورابط هنا مجموعه من المسامير، والقوه دي البي دي عامله كده، والقوه الافقيه عامله كده، تمام؟ ممكن المساله دي تبقى فيها بليت واحد، ممكن يبقى فيها ايه؟ تو بليت، تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ انا عاملها ايه؟ بليت واحد، وكمان اكدت لك على المعلومه ان قلت لك هنا ان 5 يا اما 20، لو كان تو بليتس كان هيكتب لك هنا 10. طب نفترض، عشان السؤال ده هيتسال او انت لو رحت وحليه، نفترض ان اتلخبطت خالص ورحت في الامتحان ما خدتش بالك بقى اذا كان بليت واحد ولا تو بليتس. طبعا لو رسم، لو مش رسم لك ده، لان لو رسم لك ده خلاص هو حدد لك، لكن مش رسم ده، رسم الاليفيشن بس، وانت عندك البي وبوينت واحد من البي، تمام؟ ومش عارف اذا كان تو بليت ولا بليت ولا الكلام ده، واشتغلت على طول على بليت واحد، هل فيها مشكله ولا هتنقص اي حاجه؟ تمام كده؟ الفكره دي بقولها ليه؟ لانهم لو تو بليتس اللي هيختلف، بدل ما هتشتغل على بي هتبقى نص بي، انا هشتغل على جاب واحد وخلاص، بدل ما اشتغل على 10 مسامير اشتغل برضو على 5، بس دي هتبقى نص بي ودي هتبقى كام؟ 0.05 من البي. طيب انا هنا هشتغل على بليت واحد اهو، هيبقى عندي بي وبوينت واحد من البي. طيب مساله زي كده يا باشمهندسين، دي كونسنتريك ولا اكسنتريك؟ اكسنتريك دايركت، يعني كده كده السي جي اكيد هيكون في مكان اما هنا، تمام؟ والقوه بتاعتي موجوده هنا، يبقى كده هتعمل لي ايه؟
تورشن. طب ليه هتعمل تورشن؟ لان قطاع المسمار دخل لجوه والقوه هتلف عاوزه تعمل ايه؟ تدور المسامير بتاعتي. تمام، الناس متخيلها؟ طب امتى كان ممكن الكونكشن دي يبقى عليها شد وضغط مثلا اللي هي بنسميها مومنت كونكشن؟ بالظبط كده بقى مثلا عامله ازاي؟ لو القوه طالعه كده، افرض انا عندي قوه بتضغط كده او بتشد كده، ساعتها في الحاله دي ايه؟ كان يبقى عندي المسمار هنا والقوه هنا كده، ايه اللي هيحصل؟ البليد ده او القوه دي عايزه تعمل ايه؟ تشد كده اهو، تخلي جزء من المسامير دي يتشد يتخلع كده وجزء تاني ايه؟ ينضغط. لكن في الحاله دي هي عاوزه تلف البلي، يبقى كده الكونكشن دي هنسميها ايه؟ تورشن كونكشن او مومنت او هي تورشن كونكشن. اه ماشي. طيب اول حاجه يا باشمهندسين في مساله زي كده تروح تجيب السي جي. تمام، لازم اروح اجيب ايه؟ السي جي بتاع المساله. ليه؟ لان اولا السي جي ده مش منطبق او مش في النص، لو كان عندي انا مسمار كان هيبقى في النص والموضوع خلص. انا بحاول اصعبها شويه فروحت رسمتهم لك بالشكل ده. طيب تروح ترسم المسامير بتاعتك كده على جنب، تمام، او ممكن على نفس الرسمه. هقول كل حاجه. تمام، ركز بس معايا. لو انا عندي المسامير بالشكل ده بنعمل ايه يا باشمهندس عشان نجيب السي جي؟ اولا بالنسبه لمحور الاكس هو في النص، حد عنده شك في كده؟ لكن محور الواي هو اللي ايه؟ مش في النص، بس اكيد هو اقرب ما يكون للجنب ده. فافترض مثلا ان هو هنا على بعد من الديتم، تقدر تاخد الديتم زي ما انت عاوز. تمام، انا هاخد الديتم هنا عشان اضيع الثلاث مسامير دول. هفترض المسافه دي ايه؟ اكس بار. كان القانون بتاع الاكس بار بيقول ايه؟ قانون الاكس بار بيساوي سميشن الاريا في الاكس على سميشن ايه؟ الاريا. تمام، اللي هي سميشن الاريا اي في الاكس اي. منين؟ من الديتم. يعني يا باشمهندسين دلوقتي هي الاريات بتاعت المسامير دي متساويه ولا مش متساويه؟ متساويه، كلهم اما 20، يبقى اقدر اطيرهم مع بعض. يعني اقدر اقول هنا انها بتساوي، افتح كده شرط الكسر، تحت الاول كم مسمار؟ 5 في الايه؟ مش محتاج اجيب الاريا، صح؟ طيب بعد كده عندك بالنسبه للثلاث مسامير دول الاكس بتاعتهم لحد الديتم كام؟ بزيرو. طب هو الديتم نفسه منطبق عليهم. شوف يا باشمهندسين، انا واخد الديتم هنا، ده الديتم بتاعي اللي انا هبدا انسب له. تمام، وده مكان المحور واي اللي انا فرضه على مسافه اكس بار. طيب بالنسبه للثلاث مسامير دول، الثلاث مسامير دول المسافه بتاعتهم لحد الديتم كام في اتجاه الاكس؟ بزيرو. يبقى هقول 3 ايه في كام؟ زائد كام بقى؟ 2 في اريا برضو في كام؟ في المسافه دي اللي هي كام؟ 7 سنتي. خليك بالسنتي، خلي كل حاجه بالسنتي. ماشي، هتساوي كام القيمه دي؟ طبعا هنا هيبقى 2 في 7 14، 14 على 5 تديك كام؟ 2.8 من 10 سنتي. يبقى كده المسافه من هنا لغايه هنا كام؟ 2.8 من 10 سنتي. اه في مشكله في الكلام ده؟ طيب جبنا السي جي، بعد ما تجيب السي جي تبدا تنقل القوه للسي جي بتاعك زي ما بتعمل في الخرسانه لما يبقى القطاع بتاعك اكسنتر. بتعمل ايه؟ تبدا تنقل القوه للسي جي بتاعك، صح ولا غلط؟ طيب هتلاقي ان انت عندك لما انقل القوه بتاعتي للسي جي، القوه اللي هي البي دي هتتنقل، هتيجي هنا هتعمل ايه على المسامير؟ شير. طيب نقلها بقى ده نتيجه النقل هتعمل ايه معاه؟ تورشن. يبقى الاول اول حاجه هتعملها لي الكيو واي. تمام، الكيو واي هتساوي كام؟ بي، واتجاهها لاسفل. طيب القمه بتاعت بوينت 1 من البي دي هتعمل لي ايه؟ كيو اكس. هتساوي كام؟ بوينت 1 من البي، طب واتجاهها ناحيه اليمين. في مشكله لحد دلوقتي؟ طيب نيجي بقى داخلين على الام تورشن. هتساوي البي في المسافه لغايه السي جي اللي هي عندك البي اضرب فيه 10 زائد 3.5. كل حاجه انا بحولها للسنتي، انا بشتغل بالسنتي، انا متعمد ان اجيبها بالملي واشتغل بالسنتي عشان تعرفوا الموضوع ده. طيب زائد كام؟ زائد 2.8 من 10. بعد كده انا افترضت دلوقتي ان المومنت تورشن بتاعي بيلف ازاي؟ بيلف كده. القوه دي مع ولا عكس؟ مع. لا مع، عكس ايه؟ بتلف مع اهي برضو. يبقى زائد بوينت 1 من البي في المسافه بقى الرأسيه اللي هي 4 زائد 8 12. تساوي كام القيمة دي؟ سبعتاشر ونص. نص ايه؟ بي.
كل حاجه لها علاقه بالبي. تمام، الترم اللي فات لو تفتكروا كنت بقول لكم مساله الكباسيتي تشتغل على مساله الاستراكشر، تقعد تجيب القوه اللي موجوده في الممبر بدلاله المجهول. انا فاكر الكلام ده كويس، بنروح نجيب القوه اللي موجوده في الممبر اللي هو عطوه لك بدلاله ايه؟ المجهول. بعد كده تساويه باقصى كم يقدر يتحملها الممبر. نفس الموضوع هنا، انا بروح اجيب القوة اللي جاية على المسامير بدلالة المجهول، بعد كده بسوي بشوية قوانين الصغيرين دول، هو ده الاستيل، الباقي كله استراكشر. تمام؟ طيب، باشمهندسين احنا دلوقتي عندنا شير وشير وتورشن، الشير ده سهل بتوزع بالتساوي. تمام؟ هوزعهم بالتساوي ازاي؟ هلاقي ان انا عندي الكيو واي على المسمار الواحد هتساوي الكيو واي كلها على عدد المسامير اللي هما كام؟ 5، يعني بوينت 2 من البي. واتجاهها ايه؟ لأسفل. وعندك الكيو اكس للمسمار الواحد هتساوي بوينت 1 من البي على 5، هتساوي كام؟ بوينت 0.5 من البي، واتجاهها فين؟ ناحية اليمين. في مشكلة في الكلام ده؟ طيب نيجي بقى للإم تورشن. الإم تورشن بتتوزع بقانون ايه؟ عندك شوف، ركزوا معايا يا باشمهندسين، انت عندك ايه؟ ادي مسمار، ادي 2، ادي 3، 4، 5. تمام؟ فين السي جي بتاعك؟ المفروض ان هنا كده مترحل كده شويه، صح كده؟ طيب بالنسبه للام تورشن ايه اللي بيحصل؟ بتشوف اتجاهها عامل ازاي؟ هي بتلف بالطريقه دي، دي الام تورشن. الام تورشن بتاثر على كل مسمار من المسامير دي بقوه، القوه تتناسب مع المسافه ما بين السي جي والمسمار. فبتلاقي ان مثلا لو اشتغلنا على المسمار ده، المسمار ده بتاثر عليه قوه. شوف انا رسمت قوه ازاي؟ خدت خط من اول السي جي لغايه المسمار ورسمت خط عمودي عليه. طب ليه ما خدتهوش لفوق؟ لان التورشن بيلف لتحت. القيمه دي بنسميها ار، ومثلا ده مسمار رقم واحد هنسميه ار واحد. الار دي بتساوي ايه؟ المفروض انها بتساوي الام تورشن في الار واحد على سمشن الار تربيع. ايه بقى الار واحد والسمشن الار تربيع ده؟ الار واحد هي القيمه دي. سمشن الار تربيع، الار دي زائد دي زائد دي زائد دي زائد دي. في مشكله في الكلام ده؟ طيب احنا عشان ما ندخلش في المتاهات بتاع القانون ده، ببساطه رحنا بسطنا الار دي. هي الار دي بتساوي ايه؟ الار بتساوي الجذر التربيع للاكس بتاعتها تربيع زائد الواي تربيع. طب لو خدنا او ربعناها يبقى الجذر راح، يبقى دي معناها ان ممكن احوش الجزء اللي تحت ده واقول ان هو ممكن يبقى سمشن الاكس تربيع زائد الواي تربيع، صح ولا غلط؟ ونفس الموضوع كده، يعني كده بقى انا جبت قيمه الار. طيب باشمهندسين انا في الاخر ما يهمنيش الار، انا يهمني المحصله بتاعتها في الاكس والمحصله بتاعتها في الايه؟ في الواي. يهمني الكيو اكس ويهمني الكيو واي بحساب مثلثات بسيط جدا تقدر تعمله، وممكن تلاقي فيديوهات سابقه عشان ما نضيعش وقت. بالزاويه اللي هي الفا دي، اللي هي هتساوي الالفا دي، هتلاقي ان انت عندك في الاخر الكيو اكس بتساوي الام تورشن في مدام كيو اكس هتلاقيها في واي على سمشن الاكس تربيع زائد الواي تربيع. في مشكله في الكلام ده؟ طيب والكيو واي هتساوي الام تورشن في الاكس على سمشن الاكس تربيع زائد الواي تربيع. في مشكله في الكلام ده؟ انا بقى عاوز احسب ايه؟ كيو اكس وكيو واي لكل مسمار من المسامير دي. طبعا انا مش هعمل كده، انا هشوف المسمار اللي ممكن يبقى كريتيكال. طب هو ايه تعريف المسمار الكريتيكال؟ هو المسمار البعيد وفي نفس اتجاه القوة اللي موجودة عندي، لأن احنا لو جينا بصينا على المسامير دي تاني هتلاقي إن أنا عندي من المسامير أو من القوة اللي احنا لسه جايبينها من شوية، أنا عندي في قوة اتوزعت هنا، قد هنا، قد هنا، قد هنا، قد هنا، قيمة كل واحدة من دي كيو أو بوينت 2 من البي، صح ولا غلط؟ وبرضه المسامير دي في قوة اتوزعت عليها في الاتجاه ده كده، صح ولا غلط؟ فلو أنا محظوظ يبقى المسمار البعيد القوة بتاعته الاكس والواي بتبقى ماشية في نفس ايه؟ نفس الاتجاهات دي. تمام؟ طب لو انا مش محظوظ الاقي بقى فيه عكس عكاس، هو بعيد بس عكس، هو قريب بس مع، اضطر اعمل ايه؟ لا اجي معايا احسب الاثنين. تمام؟ طب ركز بقى كده معايا، فين ابعد مسمار هنا؟ طبعا ولا مسمار من المسامير دي بعيد، هو يا ده يا ده. طب اشتغل على انهي؟ طب بص كده معايا، لو اشتغلنا على ده مثلا هتلاقي ان القوه بتاعتك لما هتيجي هنا هتتحلل في انهي اتجاه؟ ايوه بعيد بالنسبه للسي جي. المسمار ده ولا ده الابعد؟ هو ببساطه اي مسافه مايله هي عباره عن اكس وواي. هنا الواي ثابت لكن الاكس ايه؟ متغير، الاكس كبير.
تمام؟ طيب يبقى المسمار ده والمسمار ده هم ابعد مسمارين عن السي جي. طيب لو جينا بصينا على المسمار اللي تحت ده هتلاقي ان القوه بتاعته تتحلل ازاي. هيبقى القوه عندك كده في الاتجاه ده وتتحلل كده وتتحلل كده، ده الاثنين عكس، يبقى ابعد دلوقتي. طيب لو رحنا للمسمار ده هتلاقي ان انا هاخده كده، يبقى ده كده وده كده، ده واحد معه والتاني عكس، يبقى تمام خلي ده جنبيك كده وسميه مسمار رقم ايه؟ واحد. طب في مسمار قريب الاثنين بيتجمعوا؟ نشوف، ممكن يبقى فيه ممكن ما يبقاش فيه. بص كده على المسمار ده هتلاقي ان المسمار ده هو اقرب بس الاثنين بيتجمعوا، تمام؟ يبقى اذا ممكن نشتغل على ايه؟ على المسمار ده كمان. يبقى هروح اجيب القوه اللي موجوده على المسمار ده والقوه الموجوده على المسمار ده واشوف مين فيهم اللي هيدي لي اكبر قيمه للقوه، صح ولا غلط؟ طيب باشمهندسين عاوزين نشتغل مثلا على المسمار رقم واحد ده، يبقى هنلاقي عندنا كيو مسمار رقم واحد اهو الكيو اكس على المسمار نتيجه الام تورشن. حاول تكتبها كده عشان يبقى موحدين، كيو اكس على المسمار نتيجه الام تورشن، تمام؟ طيب هتساوي ايه بقى؟ هتساوي الام تورشن، احنا فين ال احنا الاول لسه ما حسبناش سمشن الاكس تربيع زائد الواي تربيع، نحسبها كده بسرعه. سمشن الاكس تربيع زائد الواي تربيع، امسك الاكسات الاول بعد كده الوايات. بص كده على المسامير دي، تلات مسامير الاكسات بتاعتهم بتساوي كام؟ 2.8، يبقى هنقول 3 × 2.8 تربيع زائد فين الاكسات الثانيه؟ 1 × 2، صح كده؟ الاكس بتاعتهم بتساوي كام؟ عندك 7 × 2.8 تديك كام؟ 7 × 2.8 يبقى 4 و 4 و 2 من 10 4 و 2 من 10 ايه؟ تربيع. زائد بقى الوايات هتلاقي ان المسمارين اللي فوق والمسمارين اللي تحت لهم نفس الايه؟ الواي. المسافه دي 8 والمسافه دي 8، يبقى هنقول 4 على طول في 8 تربيع زائد المسمار ده له حاجه في اتجاه الواي يبقى زائد 0، هتساوي كام بقى؟ 314.8 سنتيمتر الايه؟ مربع. سنتيمتر ايه؟ مربع. ندخل بقى على المساله بتاعتنا، كيو اكس فولت هتساوي الام تورشن. الام تورشن كان ب 17.5 من البي. انت عاوز تجيب الاكس يبقى هتضرب في الواي اللي هي 8 وتقسم على كام يا شباب؟ تقسم على 314.8، هتساوي كام القيمه دي؟ وبعد كده الكيو واي بولت نتيجه الام تورش هيساوي 17.5 من البي في، احنا ماسكين المسمار رقم واحد اللي هو هنا، تمام؟ المسمار ده المسافه الاكس بتاعته كام؟ اللي هي 4.2 على 314.8 هتساوي كام؟ الاولى 44، ماشي. واتجاهها انهي اتجاه؟ احنا بندرس احنا بندرس ده، تمام؟ الاتجاه بتاعه هو الاتجاه ناحيه اليمين. طيب والثانيه 17.5 في 4 بوينت 23% بي، واتجاهها فين؟ لفوق. نروح نجيب بقى المحصله، هجمعهم بقى كلهم على بعضيهم. المحصله اللي هي الار للمسمار واحد هتساوي جذر التربيع. ليه جذر تربيعي؟ اكس واي، اكس واي يبقى جذر تربيع. فين الاكسات؟ ده مع ده، فين ده مع ده اللي هو 0.05، يبقى 0.44. ممكن ناخد البيع المشترك، نعم. فين ده؟ ده 0.02، ده 0.05، 0.02، صح، انت صح، ماشي. يبقى 0.44 تربيع زائد 0.02 كل تربيع زائد الجزء بتاع الواي. بقى الناس ركز معايا، 0.2 من البي نازل لتحت ناقص 0.23 طالع لفوق كل ايه؟ تربيع. انا واخد البي بره عامل مشترك، تمام؟ تطلع دي بتساوي كام؟ تطلع ب 46% من البي. يبقى ده كده رقم واحد. بعد كده تخش على المسمار رقم ايه؟ مسمار 2، تمام؟ اولا بالنسبه للكيو بي اكس هي نفس القيم لان الارتفاع بتاعه هو هو، يبقى الكيو بي او كيو اكس نتيجه الام تورشن هتساوي كام؟ 0.44 من البي
واتجاهها نفس الاتجاه. احنا بندرس المسمار ده يا شباب، ففي نفس الاتجاه. طيب بالنسبه بقى للكيو واي هتساوي 17.5 في المسافه اللي هي 2.8 على 3.14.8 هتساوي كام؟ كام؟ 0.156 من البي واتجاهها الاسفل، يبقى جمعه كله، يبقى عندك الار بي 2 هتساوي الجذر التربيعي ل 0.44 البي بره عامل مشترك زائد 0.02 تربيع زائد 0.156 زائد 0.2 تربيع تساوي كام القيمه دي بقى؟ 0.85 ماشي 0.58 ايه؟ بي تمام؟ طب هشتغل على انهي؟ فين القوة الكبيرة اللي عندي اللي جاية على المسمار؟ دي ولا دي؟ دي ما دام اكشوال اخد الكبيرة على طول، يبقى انا هشتغل على القيمة دي تمام؟ في مشكلة كده؟ طب هي القوة دي بتعمل لي ايه على المسمار يا شباب؟ تعمل لي شير على المسامير، اقارنها بايه بقى؟ بالار شير والار بيرنج. يبقى بنرجع بقى للجزء بتاع الستيل في الاخر اهو. طيب الار هنا اللي هي الشير هتبقى سنجل ولا دبل؟ ماشي البليد دي هنفترض ان هو مثلا تبلي بتساوي 2 سنتي وهنا ده ب 2.4 تي فلانج سنجل بالظبط كده، هيبقى الار شير هيساوي مسامير 4 و6 يبقى 0.25 في 4 في 0.75 في باي على 4 في 2 في 2 تربيع في 1 تساوي كام القيمه دي؟ كام؟ 2.36 ماشي طن. الار بي رينج هتساوي كام؟ ركز كده معايا بقى، المره دي في مسافات انا هعطيها لك، المره دي في مسافات انا هعطيها لك، اعطيك هنا مسافه 40 وهنا مسافه 35، يعني الايدج ديستانس موجوده عندك تمام؟ خد الصغيره ما بين الاثنين لما يبقى عندك زاويه قائمه بالشكل ده تمام؟ لان انت عندك الار اصلا مايله تمام؟ فهاخد ال 35. طب انا عاوز اعرف بقى هي نسبتها قد ايه من قطر المسمار؟ هعمل ايه؟ اقسمها على قطر المسمار. يبقى عندك هقسم ال 35 عشان اجيب بقى الالفا 35 على ال 20 1.75 من الدي. يبقى كده معناها ان ما بين 1.5 من الدي صح كده؟ الاي اهي لغايه 2 الدي. يبقى في الحالة كنا بناخدها بكام؟ 6.10 يبقى الالفا هتساوي 6.10 يبقى الار بيرنج هتساوي 6.10 في 3.6 في كام؟ ايوه في 2 في التخانة المينيموم اللي هي 2 برضو هتساوي كام؟ ده مين اللي بيرن ده؟ 8.64 طن. اخد انهي؟ 2.36 اعمل في الاخر اساوي الرقم ده بالرقم ده اجيب الماكسيمم بي. هنساويها فين اهي؟ ركزوا معايا يا شباب، احنا عندنا 0.58 من البي هساويها ب 2.36 هلاقي ان البي ماكسيمم هتساوي كام؟ كام؟ 14.9 طن. 4.6 من 100 مفيش مشكلة. يبقى كده أقصى قيمة تقدر تتحملها الكونكشن دي هي كام؟ 4.6 من 100. طب فيها مشكلة في المسألة دي؟ فيها مشكلة في المسألة؟ طيب تعال نغير بقى الأقطار. مين اللي كان عاوز صغير قطر؟ علي. ما أنا هغير له. هنغير القطرين دول نخليهم مثلا هو كانت 120 هنخليهم ام 16 تمام ونشوف هنعمل ايه. ايه؟ هنمسح ده ونحل على دي. المسامير دي هنخليها بدل ما تكون كلها ام 20
اللي فوق الاثنين اللي فوق دول هخليهم كام؟ 2 ام 16 والباقي كله كام؟ ام 20. ماشي يا باشمهندسين؟ يبقى دول 2 ام 16 واللي تحت كام؟ ام 20. نحلها ازاي؟ شباب يا باشمهندسين كده انا هضطر ارجع ليه؟ لجزء الاستريس. تمام؟ الموضوع برضو بسيط ما فيهوش اي حاجه. طيب باشمهندس اول حاجه لما يبقى عندك مسامير مختلفه هيجيب الاريا بتاعت كل نوع من انواع المسامير. يبقى اخش على الام 16 جيب الاريا بتاعته، الاي اس بتاعت الام 16 بتساوي كام؟ بون 7 5 في باي على 4 تربيع بتساوي كام؟ كام ده؟ وبعد كده كمان عاوزين نجيب له الار شير ايه؟ واحد ونص. هات لي بقى كمان ليه الار شير هتساوي بوينت 2 احنا عندنا كام؟ ام تمام ام او بوينت 2 5 في 4 في بوينت 7 5 او خلاص بقى احنا عندنا الاريا تضرب في الاريا على طول اللي هي كام؟ 1 ونص في 1 والار بيرنج هتساوي 6 من 10 في دي 1 ونص ماشي سنتيمتر مربع ودي طن. الار بيرنج هتبقى كام؟ بوينت 6 من 10 في 3 و6 من 10 في 2 في او 1 و6 من 10 في 2 تطلع كام دي؟ 6 و9 من 10 تمام كده كده بعيد عننا خالص. يبقى احنا شغالين على الار ليس بكام؟ ب 1 ونص. ده بالنسبه للام 16. طيب الام 20 هتساوي كام؟ الاي اس هتساوي بوينت 7 5 في باي على 4 في 2 تربيع هتساوي كام؟ الصوت الصوت يا شباب الصوت صوت كام؟ 2.35 طن. طيب الار شير هتساوي كام؟ بوينت 2 5 برضه في 4 في 2 35 هتساوي 2 35 دي سنتيمتر معلش ودي اللي هي طن. تمام؟ اه 2 35 بعد كده الار بيرنج بتاعتها 6 من 10 في 3 و6 برضه في 2 في 2 احنا كنا لسه جايبينها كرقم كبير يبقى في الاخر ايه؟ 2 35 يبقى مبدئيا كده تروح تجيب مقاومه كل مسمار من المسامير اللي عندك لو كان تنشن او شير احنا عندنا شير يبقى هي هنشتغل على ده بس يبقى يهمني هنا 1 ونص و2 35 والاريات نفس الكلام في مشكله لحد دلوقتي؟ طيب اول حاجه هتقابلك في حل المساله المساله قدامك ايه؟ اول حاجه عملناها رحنا عملنا ايه؟ جبنا الاكس بار او الواي بار اللي هو السي جي يعني. طب انت عندك لما يبقى المسامير دي الاريا بتاعتها مختلفه عن المسامير دي يبقى لازم تشتغل على ايه؟ على الواي والاكس، الاكس والواي الاثنين هيختلفوا مع بعض. يبقى ممكن نفرض الديتم كمان بقى للواي. هفترض الديتم بتاع الواي لتحت كده شويه والمسافه دي هسميها ايه؟ واي بار، يعني ده المسافه او ده محور اكس وده الديتم بتاعه. تمام يا باشمهندسين؟ نعم؟ الأول المسمار ده والمسمار ده اتغيروا بقوا صغيرين شوية. تمام؟ الديتم بتاعي بالنسبة لمحور إكس أنا هفترض الديتم بتاعي هنا كده على المسامير دي. تمام؟ وبالنسبة لي اتجاه واي هفترض الديتم فين؟ هنا كده. فين بقى الإكس بتاعتي؟ هفترض إن السي جي بتاعي هيكون على بعد من هنا كده إكس بار. تمام؟ وهنا كده على ارتفاع من هنا واي بار، انا بقى وظيفة ان انا اجيب ايه؟ الاكس بار والواي بار، اجيبهم ازاي؟ تعالى كده نجيبهم واحدة واحدة. عندك يا باشمهندس الاكس بار هتساوي ايه؟ سمشن الاريا في الاكس على سمشن الاريا. هنا بقى ما ينفعش تطير الاريات مع بعضيها. تمام؟ لازم ايه؟ سمشن الاريا في الاكس على سمشن الاريا هتساوي ايه؟ ركزوا معايا. عندك بالنسبة للاكسات الثلاث مسامير دول لهم لازمه بالنسبه للاكس خلاص يبقى عندي واحد اثنين واحد اللي فوق ده الاريا بتاعته بكام؟ بواحد ونص في المسافه اللي هي 7 سم صح كده؟ زائد برضو 2 35 في 7 سم في مشكله؟ طب على كام بقى تحت؟ على 2 في واحد ونص زائد 3 في 2 35 تطلع لي كام القيمه دي؟ ب 2
ماشي، يعني اقول 2.7 سنتيمتر. في مشكله في الكلام ده؟ طب الواي بار يا باشمهندس هتساوي ايه؟ سمشن الاريا في الواي على سمشن الاريا هتساوي عندك بالنسبه للواي انا فرض الديتام بتاعي تحت، يبقى اي حاجه تحت ملهاش لازم. نمسك بقى المسمار ده، المسمار ده ام كام؟ ام 20، يبقى 2.35 في 8 صح كده؟ زائد 2 بقى في 1.5 في شويه 8 يبقى 16 على كام بقى تحت؟ على نفس القيمة دي، 2 في 1.5 زائد 3 في 2 35 تطلع كام بقى في الآخر؟ 6.64 سنتي. خليها 6.6 ماشي، عشان بس بقى أرقام سريعة كده. يبقى عندي 6.6 و2.7، يبقى المسافة الإكس هتساوي هنا 2.7 والمسافة الواي هتساوي كام؟ 6.4 يبقى فعلا تحت المسمار ده 6.6 تمام؟ يبقى تحت المسمار ده، المهم انك تبقى محدد هو تحت ولا فوق تمام؟ طيب بعد كده كنا بنعمل ايه؟ الخطوة اللي كانت بعديها، الخطوة اللي كانت بعد الاكس بار واي بار، ان احنا جبنا ايه؟ الاسترنينج اكشن. دي كده بنسمي الجزء ده البروبورتيز اوف اريا، بعد كده الجزء ده اسمه الاسترنينج ايه؟ اكشن. الاسترنينج اكشن بقى هتساوي ايه؟ عندك الكيو واي هي عادي مفيش مشكله، هتساوي البي واتجاه الاسفل، والكيو اكس نفس الكلام بوينت 1 من البي واتجاه ناحيه اليمين. طيب والام تورشن هتساوي البي في المسافه اللي هي 10 زائد 3.5 برضو زائد كام بقى؟ 2.7 زائد بوينت 1 من البي في كام؟ في المسافه الراسيه، بس المره دي بقى زادت، يبقى عندك 4 زائد 8 12، 12 زائد كام؟ زائد 1.4 يبقى عندك 12 زائد 1.4 تديك كام يا باشمهندسين؟ كام؟ 17.54 من البي. وبتلف ازاي؟ برضه بيلف كده، يبقى كده جبنا السترينج اكشن. في مشكلة فيها لحد دلوقتي؟ طيب خش بقى على ايه؟ على توزيعة القوة بتاعتي. هنا ما ينفعش اقول على عدد المسامير، نرجع بقى للمرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت قلت لك تتقلب لإريات بقى على طول. بالنسبة للشير واي والشير اكس هقسمه، هناك كان عدد، هنا على إرية الايه؟ المسامير. يبقى الأول هروح أجيب حاجة اسمها الكيو سمول، تمام؟ الكيو ايه بقى؟ كيو على أو الكيو واي قصدي. اللي هو الشير في اتجاه الواي، شير ستريس مش الشير فورس. هتساوي ايه؟ هتساوي البي اللي هي القوه على سمشن الاريا. طب ممكن نحسبها كده عشان تبقى معانا بقى، 2 في 1.5 زائد 3 في 2.35 يبقى كده دي الاريا اهي بتاعت 10.5 سنتيمتر. طيب يبقى هقسم هنا على ايه؟ على 10. هتساوي كام؟ بوينت 1 من البي طن على السنتيمتر المربع، ده الستريس تمام. واتجاهه ازاي برضو؟ اتجاهه الاسفل. طيب بعد كده ممكن اروح اجيب الكيو اكس، هتساوي برضو 1/10 من البي على برضو 10 سوى 1/100 من البي، واتجاهه ازاي؟ طيب لحد هنا فيها مشكله؟ طيب كويس. انا بقى عاوز اجيب او اشوف كل مسمار شايل قد ايه، هعمل ايه؟ اجي واخد الاسترس اضربه في الايه؟ في الاريا بتاعه. انت عندك هما نوعين من المسامير، ام 16 وام 20 تمام؟ يبقى هلاقي ان انا عندي الكيو واي للمسمار اللي هي البولت ام 20 مثلا هتساوي بوينت 1 من البي في 2.35، يعني هتساوي بوينت 2.35 من البي صح كده؟ واتجاه الاسفل، يعني كل مسمار من الام 20 شال في اتجاه الواي بوينت 2.35. طب المسمار الام 16 كيو واي بولت ام 16 هتساوي بوينت 1 من البي في 1.5 هتساوي بوينت 1.5 من البي واتجاهها لاسفل برضه. شوف لاحظت ايه؟ الام 16 شال اقل من الام 20، طبيعي الاريا بتاعت الام 20 كبير هيشيل اكتر تمام. طيب بعد كده الكيو اكس بولت نتيجه الام 20 هتساوي كام؟ ممكن على طول نسبه بقى، يعني دي 0.1 يبقى دي نسبه، او لا بلاش بدل ما تتلخبطوا، من البي في 2.35
تمام؟ لا بين 0 5 اهي 0 1 بعدها اه ماشي كيو اكس بولت ام 16 هتساوي بوينت 0 1 5 او 15 من 1000 بقى تمام بي دول ايه طن دول كلهم قوه يبقى كده جبت القوه اللي على المسامير نتيجه ايه نتيجه الكيو واي والكيو اكس اللي كنت بعملها هناك في خطوه هنا زادت شويه ليه مسامير مختلفه تمام طيب لكن فيها اي حاجه صعبه مفيش اي حاجه نروح بقى للايه للام تورشن الام تورشن القانون بتاعها ما كانش قانون اللي انا كنت كاتبه ده يعني انا كنت اكتب لك القانون بيقول ايه ان الكيو اكس هتساوي الام تورشن في الواي على سميشن الاكس تربيع زائد الواي تربيع هو الاصل في القانون مش ده الاصل في القانون ان انا عندي ده بيساوي الام تورشن في الواي على الاي بولر تمام في الاريا برضو بتاعت المسمار تمام بس الفكره ان الاي بولر للمسامير اللي بالشكل ده الاي بولر عشان بس ما تتفاجئوش بالكلام الاي بولر دي بتساوي ايوه اي اكس زائد اي واي طيب لو جيت خدت اي اكس واي واي لوحديها هتلاقي ان اي اكس بتاعت اي حاجه لما بتحب تجيبهم عند سي جي اي اكس بتساوي الانرشيا بتاعت الحاجه نفسها زائد الاريا بتاعتها في المسافه في اتجاه الواي تربيع صح يعني الاي اكس هتلاقيها بتساوي الاي اكس للمسمار الواحد زائد الاريا بتاعت المسمار في الواي تربيع سميشن كده بره صح نتيجه ان المسمار قطره صغير يبقى نعمل نجلكت للايه للاي اكس يفضل لك بس ايه سميشن الاريا في الواي يبقى انت عندك الاي اكس بتساوي سميشن الاريا في الواي تربيع والاي واي بتساوي سميشن الاريا في الاكس تربيع يبقى الاي بولر بتساوي مجموع الاثنين يبقى سميشن الاريا في الاكس تربيع زائد الواي تربيع صح ولا غلط توضح الكلام اهو تمام بعد كده لو جيت لو انت عندك المسامير متساويه هتعمل ايه الاريا دي مع الاريا دي يطروا مع بعض يفضلك في الاخر سميشن اكس تربيع زائد واي تربيع وده اللي احنا بنستخدمه طب لما بيبقاش متساويين ترجع للقانون الاساسي اللي هو تقسم تحت على الاريا وتضرب فوق في الاريا تمام يبقى عندك ده ممكن نحوشها كده نحط مكانها ايه سميشن الاريا في الاكس تربيع زائد الواي تربيع عاوزين بقى نعوض كده في المساله هنلاقي ان احنا عندنا كيو اكس بس ستريس بقى تمام انا عاوز الكيو واي الكيو اكس الستريس هيساوي كام هيساوي الام تورشن في مادام اكس يبقى اضرب في الواي على سميشن الاريا في الاكس تربيع زائد الواي تربيع يبقى انا محتاج هنا يا شباب سميشن الاكس تربيع او سميشن الاريا في الاكس تربيع زائد الواي تربيع هتساوي كام بقى بالراحه عندك الاكسات الاول ده مسمار من النوع بتاع 1.5 يبقى 1.5 في المسافه اللي هي كام اللي هي 2.7 زائد 2.35 في المسافة اللي هي في المسافة اللي هي كام برضو او الاول في 2 في 2.7 الناس فاهمة بعمل ايه انا بس بعوض الاتنين دي اللي هم عدد المسامير 2.35 اللي هم ايه الاريا بتاعت المسمار 2.7 المسافة طيب ده بالنسبة للجنب ده زائد الجنب ده بقى هيبقى عندك كام لو ده 2.7 يبقى الباقي هنا كام 4.3 صح يبقى برضو عندك 1.5 في 4.3 زائد 2.35 في كام 4.3 تربيع طبعا انا ناسي هنا التربيع كله تمام بعد كده زائد في اتجاه الواي بقى انت عندك المسمارين دول 2 في 1.5 في المسافة 8.12 أو 1.4 يبقى كام 9.4 تربيع زائد المسمار ده 2.35 في المسافة دي اللي هي 1.4 تربيع زائد المسمارين اللي تحت دول هيبقى عندك كام 2 في 2.35 في المسافة دي اللي هي كام 6.6 تربيع معلش حد ابن حلال بقى يجيب لنا الرقم ده
انا مش عاوز الاستغراب يبان، هي المساله ما فيهاش حاجه غير انها قوانين كثرت بتكبر بس. بس ما صعبتش، خلي بالك يعني، خليك بس مقتنع ان الماده سهله بس طويله، ده حاجه تاني. على الاقل احنا بنلعب في نفس القانون ده، قانون طول بس، او المساله الارقام اللي كترت. وبعدين انت عندك ميزه ان احنا عندنا ما بنصحش على الرقم النهائي 590، فده حاجه كويسه. ايه 590؟ انا اعتمد ان انت جايبها صح واقول 590. ماشي، بوينت 8 ايه سنتيمتر اس 4. جدع، برافو. طيب باشمهندسين، لو بقى عاوز اروح اجيب الكيو اكس بقى، نعوض بقى الام تورشن بتساوي كام؟ الام تورشن هتساوي، احنا كنا جايبينها ايه؟ 17.54 من البي، اضربها في مدام اكس، يبقى هضرب في المسافه الايه؟ الواي. طب انهي واي بقى يا باشمهندس؟ ركز بقى معايا، ركز معايا، انت عاوز تجيب لي مسمار؟ في اللحظة دي أنت بتجيب الشير عند مسمار معين، تمام؟ شير الأساس عند مسمار معين. طيب فين أنهي شير أو أنهي مسمار أنت هتدرسه؟ شوف بقى أنت فين السي جي بتاعك أهو. السي جي ده فين أبعد مسمار؟ هل المسمار ده ولا المسمار ده؟ اللي على الشمال هو الأبعد، صح ولا غلط؟ الواي متساوي الإكس متساوي، بس مسمار قطره صغير. خلي بالك هو أبعد مسمار، بس مسمار إيه؟ قطره صغير. طب في مسمار تاني؟ طبعا المسمار ده لو جيت درسته هلاقي ان هو كده وكده، يعني واحد مع واحد عكس. في مسمار تاني ممكن ندرسه، طبعا المسمار ده اقرب بس مع، يبقى المفروض اخد برضو المسمار ده وادرسه. في مشكله في الكلام ده؟ طيب وبعد كده برضو المفروض اخد المسمار ده، لان ده وده ده هيطرحوا الاثنين، ده في جمع منهم، اخد المسمار ده وأقارن ما بين التلات مسامير، واحد اتنين تلاتة، عشان المسمار ده قطره كبير. خلي بالك يا باشمهندس من حاجة، في الامتحان في حاجة زي كده لو جت، لو عملت مسمار واحد أو مسمارين يعني هنكتفي بذلك، يعني مفيش مشكلة، بس أهم حاجة تبقى بتعمل الخطوات دي صح، هتاخد درجة نهائية عادي خالص يعني، تمام؟ يعني مش لازم تهرس دماغك إنك تجيب المسمار الكريتيكال قوي، تمام؟ خصوصا في مسألة زي كده، ممكن تبقى مضطر إنك تعملهم كلهم، أنت مش عارف. لا، ما انت مش هتقعد تضيع المساله عليهم كلهم، يكفي مسمارين وما تضيعش وقتك، تمام؟ طيب هنا ممكن ناخد بس المسمار ده والمسمار ده على طول بقى كده، مش محتاجين نهري كتير، هيبقى عندنا الرقم ده في الواي. ما دام عاوز اجيب الاكس يبقى اضرب في الواي، هيبقى كام؟ 9.4 على القيمه دي اللي هي 590.8، تمام؟ باشمهندسين، ولو عاوز اجيب الكيو اكس بالمره على المسمار نتيجه الام تورشن، اخلي القيمه دي واضربها في الاخر في كام؟ في الاريا اللي هي 1.5. الناس اللي بتتكلم دي فاهمه؟ فاهمين يعني؟ يعني اقول الكويز بتاع المره الجايه اللي هو بتاع الاسبوع الجاي ده على السكشن ده ونكمل مع بعضينا عادي. 42. ادخل انت مالكش دعوه. 42 من 100. طيب دي هتساوي كام؟ لا ما ضربتها في 1.5. طيب يبقى كده 42 من 100 بي، تمام؟ دي القوة اللي جايه على المسمار ده. طيب بعد كده كيو بولت واي نتيجه الام تورشن هتساوي كام؟ 17.54 في البي، تمام؟ في انت عاوز الواي، يبقى هتضرب في المسافه الاكس اللي هي كانت كام؟ اللي هي هتبقى 4.3 على 590.8، تمام؟ في 1.5 برضه هتساوي كام؟ 19 من 100، صح كده؟ بي ونازله وطلع لفوق، والرقم ده كان مظبوط 0.42. في مشكله في الكلام ده؟ ادي عندك كيو اكس نتيجه الام تورشن وكيو واي نتيجه الام تورشن، هتعمل بيهم؟ هتاخدهم وتجمعهم على، طبعا انا ده بتكلم على ام 16، تمام؟ اللي هو المسمار ده ام 16، هتجمعهم على ايه او هتطرحهم على ام 16 دول، تمام؟ طبعا هيطرحوا، واحد هيطرح وواحد ايه؟ هيتجمع، وتاخد الجذر التربيعي ويبقى عندك قيمه، تمام؟ وتعمل نفس الخطوات للتاني ده اللي هو بتاع ام 16 او الام 20، بس كل الفكره انك هتيجي هنا هتضرب في كام؟ يعني سريعا اهوت، انا من غير ما نحسب بقى حسابات تاني،
هنا دي هتبقى مختلفة بس هتبقى كام؟ 2.35 و2.35 والمسافة دي هتبقى مختلفة والمسافة دي هتبقى مختلفة. هجيب برضو الام 20 وأقارن بالقيم دي يبقى 100 100. تمام؟ طب المسألة دي هناخدها، المسألة دي هناخدها شيت. تمام؟ هي نفس المسألة، خدها شيت. تمام؟ باختلاف المسامير، وعاوزك تتشكيلي على 5 مسامير، ما فيهاش حاجة بقى، ده عادي أنت في البي. ماشي؟ طيب ده أول شيء، أو دي أول مسألة في الشيء. ماشي؟ أول مسألة. ما وده مكان، يعني أنت ما رسمتهاش في الكشكول؟ يعني هي أول مسألة ولا ده الشيء؟ لا، أول مسألة في الشيء. أول مسألة في الشيء. يعني ارسمها، يعني خليها احتياط، خليها احتياط معاك على الاقل اسبوعين لان الدكتور ممكن يحتاجها. ماشي؟ باشمهندسين في اي حد عنده مشكله؟ لا انا لسه ما قلتش خلصت على فكره. انتوا ايه؟ انا ما خدت الساعه وربع. طب هاكد على الكويز، بس هاكد على الكويز. كويز الكويز بتاع الاسبوع الجاي.